في البخاري كتاب المناقب. حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز ابن مختار، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. قال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور. يعني المريض يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، فنعم إذن. هذه فيها فضل عيادة المريض، وقلنا عيادة المريض له فضل كبير. من عاد مريضا أو زار له أخا في الله نادى منادي من السماء أن طبت وطابت ممشاه وتبوأت من الجنة منزلة. وأيضا قال: من عاد مريضا في المساء وكل الله 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح. ومن وكل ومن عاد مريضا من الصباح إلى المساء الله جل وعلا وكل له 70,000 ملك يستغفرون له وقول هنا لا بأس يعني زال البأس، لا بأس طهور إن شاء الله تعالى. وطهور إن شاء الله تعالى هنا يعني يقول له طهارة في البدن وطهارة أيضا معنوية، دي طهارة حسية، طهارة في البدن لما تأتي العافية بعد المرض وتأتي على المرض تزيله يزداد قوة على قوته، وطهارة معنوية، والطهارة المعنوية هي محو الذنوب والسيئات. ما مرض العبد قط إلا وغفر الله له ما مضى من سيئات، كفر عنه السيئات وكانت رفع له أيضا في الدرجات. فلما قاله ذلك والحمى تعلمون شدة السخونة تؤثر على الإنسان، فقال ارتفاع الحرارة، يكون شديد عليه. قال: قلت له طهور؟ قال: بلى، بل هي حمى تفور. قال: بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيله القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، يعني ما دمت قلت ذلك إذن فأنت قريب موتك. قال: بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيله القبور. كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أنه في نهاية أمره وفي يعني في نهاية أمره وفي مقبل على الآخرة دون ومفارق للدنيا. فقال: فنعم إذن، يعني نعم إذن هي كذلك كما تقول. هذه أيضا فيها علامة من علامة النبوة بالإخبار بالغيوب. الفوائد المستنبطة كما قلنا ستكون بعد الانتهاء من الباب كلية. يبقى لنا أعتقد حديث معاذ مريض نهارا في سندي كلام، لكن حسنه الألباني وابن حجر والنووي أعتقد ذلك على ما أذكر الآن، يعني على ما أذكر الآن. احنا خدنا الفوائد المستنبطة لأنها كانت طويلة، فيها شق الصدري للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة من المعجزات، شق الصدري وملأه إيمانا وحكمة. يعني هذه فيها نظر، يعني فيها نظر يا ملك، فيها مكانة النبي صلى الله عليه وسلم العلية بين الأنبياء. ومن الفوائد أيضا حياة الأنبياء عند ربهم جل في علاه، وفيها رحمة الله بالعباد، فرض 50 صلاة وجعلها 5، فيها سبق القلم ما قدره الله لابد أن يكون، إثبات المحبة لله جل في علاه، إذا أحب العبد نادى في السماء أن يا جبريل إن يحب فلان، يهيأ إلى أننا هذا الحديث لم نشرحه عامة، نقف عنده لأننا لم نشرحه، لأنهم قالوا أيضا أننا فوتنا في بدء الخلق بعض الأحاديث، أحاديث كثيرة فوتناها. فهذه منها إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. في قول هنا إذا أحب الله العبد نادى جبريل، إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، وهذه فيها إثبات المحبة لله جل في علاه، أنه يحب المؤمن التقي النقي يحبه الله جل في علاه، فينادي جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحب جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء. قال ثم يكتب له القبول في الأرض. فيها إثبات المحبة أيضا للملائكة، وأن للمرء صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض. نعم. ووضع القبول في الأرض
هذه ليست لكل أحد، ولكن عند أهل الصلاح فقط. وضع القبول في الأرض هو لأهل الصلاح فقط. متهيألي هذا ما شرحناه. نقف عنده وننظر إلى الحديث الأخرى التي لم نشرحها، نكملها بإذن الله تعالى. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليها في ليلة الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.